يا نهار ازرق، ايه ده يا منتصر؟ ايه؟ لا ده ناقصه حاجه؟ ناقصه مهندس، الحاجات دي حديثه عليا قوي. لا بتهزر انت. لا مش بهزر. حديث عليك كيف يعني؟ برضه كيف يعني؟ ما انا قلت لك من الاول يا منتصر، انا قلت لك يا حبيبي انا طول عمري في الاذاعه وما خرجتش من مصميره، وعمري ما دخلت لوكيشن التصوير، وانت قلت لي كيف يعني؟ ده انت عبقري زمانك. ظبطت صوتك، صوتك وبلع لسانك ما تفضحناش. اروح اقول للمخرج ايه اللي قعدت تفرفت عليه، واقول له صاحبي يا ما هنا يا ما هناك، وادي الجمل وادي الجمال. اروح اقول له ايه؟ الجمل برك من اول. لا بقول لك ايه يا ونعم يا منتصر، انا من ساعه ما جيت وانا عمال اشرب اهانات وقله قيمه من تحت راسك، وانا تحت امرك في كل حاجه، بس اكتر من كده انا مش هستحمل. هقول في 60 دقيقه. اسمع اسمع، هقول لك على اقتراح. خد المساعد الفني اللي معاك يفهمك. فين المساعد الفني ده؟ ما معيش انا مساعد فني. معكش مساعد فني كيف يعني؟ يعني انتوا ما عندكوش انتوا مساعد فني؟ انا هعرف منين؟ انا مش قايل لك ان الراجل اللي كان موجود المهندس خد المساعدين اللي معاه ومشي غرف 60 دقيقه؟ طب اديني فرصه كده احاول في حاجه. تعرف انت بقى بشطارتك تاجل لنا الاوردر ساعتين بس. بشطارتي اجله كيف يعني؟ عارف الساعه بتتكلف كام؟ ايوه يا سيدي، ما هو ده احسن الحلول، والا هيضرب الاوردر كله. حلني بقى على ما تجيب مهندس ولا مساعد ولا اي حاجه. انت هتعمل ايه في الساعه دي؟ تضرب الاوردر تطلع منها مساعد ان شاء الله، من غير بس ما نفول. تبريني خلص.